In the name of Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Al Muntaza Private School. Hello, Grade 6. معاكم Mrs. Himmat من مدرسة المنتزه. بصوا حبايبي، احنا لما كنا بنعمل الفيديوهات اللي فاتت كنا بنحل الاكسرسايز على بعضه او التست على بعضه. طيب، في انواع معينه من الاسئله بتبقى محتاجه ان احنا نعمل عليها فوكس. انا النهارده اخترت لكم نوع من الاسئله اللي هو ري رايت او دو اشون، الاثنين بمعنى واحد، يعني اختار ما بين الاقواس او اعد كتابه الجمله طبقا لما بين الاقواس. طيب، هناخد كده اول حاجه عندنا نمبر 1. بصينا للجمله كده لانه جايب ايه؟ ري ارنج، جايب لي بتوين براكس ري ارنج. طيب ابص للجمله كويس قوي. اول حاجه بنبتدي بيها دايما الكابيتال ليتر، الكلمه اللي بتبدا بكابيتال ليتر، فانا هقول ميني. طيب ميني ايه؟ لازم يكون عندي ايه؟ حاجه تتعدى عشان اقول ميني. ايه اللي كتير؟ طيب ميني ايه؟ ما يجيش معاها فيرب طبعا، لازم يجي معاها ناون ويكون جمع. ميني انيمالز، ادي دي بدات اول حاجه بالسبجكت، لازم يكون وراها فيرب. طيب الفيرب بتاعي ده من كلمه واحده ولا مركب زمن معين مثلا؟ طيب انا عندي هنا هاف وعندي لوست، يبقى هقول many animals have lost. have lost بقت فقدوا verb. طيب فقدوا ايه؟ عندي there وعندي habit مساكن، يبقى there دي ملكيه يبقى لازم وراها حاجه، يبقى there habit، يبقى many animals have lost their habit. طيب number 2، a group of animals of the same kind، مجموعة من الحيوانات لها نفس النوع، يعني مجموعة أو اللي احنا بنقول عليها بالعربي قطيع، اللي هي cattle، C-A-T-T-L-E cattle. طيب نيجي للي وراها، did they ever seen a white bear؟ Did they ever seen a white bear؟ Did و ever seen ايه اللي مش راكب هنا؟ هو بيقول لي correct. طب ايه اللي مش راكب؟ Did they ever seen؟ Did و seen؟ لا طبعا، احنا عارفين ان did لازم يجي وراها الانفينيتيف، يبقى did دي مش صح. طيب و seen بيجي معاها have او has، يبقى الزمن هنا محتاج اغير مين؟ يبقى هشيل did واحط have. Have they ever seen a white bear؟ Have they ever seen a white bird؟ طيب نيجي نشوف اللي وراها. Yes, she has finished the math homework. Yes, she has finished the math homework. طيب طالب مني ايه؟ Ask question. طالب سؤال، اعمل سؤال. طيب انا شايفه قدامي ايه؟ Yes. Yes دي معناها ان انا هعمل، هشيلها واحط مكانها اداة الاستفهام. طيب هل هحط كلمة استفهام ولا احط ايه؟ لا طبعا، يس ونو انا عندي مجموعه كده المفروض ان انا حافظها، هي اللي ببدا بيها. دو، داز، از، ار، كان، هاف، هاز. طيب انا لقيت افتر يس، يس شي هاز، يبقى انا على طول هعمل ايه؟ اشيل يس وابدا بهاز. هاز شي واكمل باقي الجمله زي ما هي. من مميزات الكوتشن اللي هو باليس او نو ان انا لما بشيل يس او نو بروح مكمله باقي الجمله على طول، ما بغيرش اي حاجه الا اذا كان الضمير طبعا هيتغير. يبقى has she finished the math homework. هنا ننقل على السؤال الثاني، يلا برضو ري رايت. headache forehead toothache flu. يلا نبص كده، عايز مني ايه؟ ادوارد. headache يعني صداع، forehead يعني جبهة، توثيك يعني ألم بالأسنان، فلو يعني أنفلونزا. طيب كلهم إيه؟ شايف كده كلهم بينز، كلهم آلام ما عدا فور هيد اللي هي الجبهة، يبقى إحنا هنشيل مين؟ فور هيد. طيب نيجي السؤال اللي بعده، مرنا إز ويك بيكوز شي إز إل. مرنا إز dot weak because she is ill، يبقى هنحط ايه؟ مرنا is very weak، ضعيفة جدا لأنها مريضة. السؤال اللي بعده number 3، we can't solve the math problem they are difficult. we can't solve the math problem they are difficult، يبقى احنا هنقول ايه؟ they are too difficult، يعني هم صعب جدا لدرجة ان احنا مش قادرين نحلهم. خلي بالك ان كلمة problem هنا مش بمعنى مشكلة، هنا جاية بمعنى مسألة حسابية.
طيب نمبر 4 يو ووك اون ذا جريس. يو ووك اون ذا جريس يبقى يو ها حاجه طبعا المفروض انها ما تتعملش, يبقى يو شودنت ووك اون ذا جريس. يو شودنت ووك اون ذا جريس. نمبر 5 وين يو هاف جوت فيفر. وين يو هاف جوت فيفر يو شود ورك اور اكسرسايز. ركز كده في الجمله, when you have got a fever يعني لما يكون عندك حمى او سخن, you shouldn't you should work يجب ان تعمل وتعمل تمرينات. لا طبعا, يبقى you shouldn't you shouldn't. number 6 sneeze cough towel runny nose. فين الكلمه المختلفه؟ sneeze يعطس, cough يكح, towel فوطه, runny nose اللي هي الزكام او الرشح. فين الكلمه المختلفه؟ زي ما قلنا كلهم pains ما عدا towel هي اللي ايه فوطه, يبقى هنشيل towel. two و enough عايزني اعمل جمله, use each in a sentence. قلنا two بمعنى ايه؟ بدرجه كبيره, حاجه زايده. فقلنا ايه؟ the bag is too heavy I can't carry it. The bag is too heavy I can't carry it. يعني شنطة تقيلة قوي أنا مش قادر أشيلها. تو هنا جاية إيه؟ بدرجة أكبر. في عندي تو بقوة واحدة اللي هي معنى حرف جر إيلة أو تو اللي بتيجي قبل مصدر الفعل. وعندي تو تي دبليو أو اللي هي نمبر تو. يبقى نخلي بالنا كويس. طيب إناف بمعنى بدرجة كافية. طيب نقول إيه؟ نختار جملة لإناف. نقول إيه؟ She doesn't have enough money. She doesn't have enough money. يعني هي ما عندهاش مال يكفي. معاها لكن لا يكفي. مش بدرجة كبيرة. هو ده الفرق ما بين تو وما بين enough. وهنا حبايبي خلص الفيديو بتاعنا. إن شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني. ناخد فيه ايتم تاني من الاسئله نتدرب عليه. see you soon goodbye.